مرحبا بكم أعزائي المشاهدين بحلقة جديدة من سلسلة كشتات البر بالعراق. هذه الحلقة من أواخر الحلقات اللي راح يتم نشرها في قناة المستكشف السومري. بقية الحلقات اللي تخص الصيد والكشتات راح تنتقل إلى قناة مقناص العراق، هذا هو يوزرها أمامكم. أرجو منكم التوجه إلى هذه القناة والاشتراك بها وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل ما هو جديد فيما يخص الصيد والكشتات والمقناص. أما هذه القناة راح نستمر بها بنشر التقارير والآثار الحربية والحلقات الوثائقية. أشوفكم هنا وأترككم الآن مع هذا الفيديو، أتمنى أن ينال إعجابكم. كشتتنا اليوم مو بالبر، هاي أول كشتة نكشتها في جبال شمال العراق الحبيب في محافظة السليمانية. الكشتة اليوم أنا وأخوي عدنان اللامي أبو عبد الله. حياكم الله. شلونك أبو عبد الله؟ الله يحفظك. طبعاً مشكورين على هاي السفرة، عاشت إيدك. الحين المصيف منطقة اسمها كوالا بارك. نعم. كوالا بارك منطقة كلش حلوة، راح تشوفوها طبعاً، ما أريد نحرق عليكم التفاصيل. إذا تقدر تفور الكاميرا تشوف بينه من شارعها من طريق هذا الطريق كوالا بارك. حالياً وصلنا. أعتقد هنا نختار لنا مكان حلو قدامك ماي ومنزل. خلينا نشوف، هذا مصيف كوالا بارك، يعني سير بمحاذاة النهر. دخلنا فيه، شوف بدأ يطلع على الجهة الثانية على مود نكمل طريق. وصلنا المكان هذا اللي راح نخيم به بكولي بارك، اسمه راح اعوف لكم هم احداثياته. هذا النهر، هذا المصيف بالضبط كنا بيه صورته لكم، يعني بيه عوائل وهاي، فطلعنا نقعد هنا. المكان كلش حلو، ماي جاري ويعني فد مكان مرتب، لكن الشيء الوحيد والمؤسف والمخزي نفس الوقت هاي. شو ليش تعرفون زبالتكم هاي؟ شوف اخوان، مكان يعني مع الاسف حلو بس مخربته الوصاخه، راح ننظفحنا. هسه شنو رايك نسوي شاي؟ نشعل نارنا؟ لا ما يحتاج. والله. اي طلع عزبة الشاي. حط عليها هنا، هذا اخواني.
هذا الفاس جاني هدية من أمريكا. شوفوا إخواني، من الصديق العزيز الآشوري العراقي الأصيل سامي يونان. لاحظوا المكان اللي احنا بيه، تقريبا شلون الوادي هو. هذا النهر، شوف السمك اللي بالنهر. من الأمور السيئة جدا مع الأسف ماكلين زايد من الرقية وعايفين مكانه، حتى ما مكلفين نفسهم يشيلون اللي زاد. هي وصينيتها وهاي عايفينها هنا. لجنة الضفراهم والله عيب. المشكلة انه بجاي تجينا جاي يجونا سواح اجانب، جاي يجونا سواح عرب. بالنسبة للاخوان اللي يحبون يجون لهذا المكان، حتى لو تجي بسيارة صالون توصل لهنا. راح اترك لكم بالصندوق الوصف احداثيات هذا المكان بالضبط وين، وايضا اترك لكم ملف بصيغه جي بي اكس يبين لكم الطريق من السليمانيه الى هذا المكان. شوف بارد الماي، بارد بارد بارد. غسلنا غسلة معدلة. هاي الضلوع اليوم راح نسويها باربيكيو شوي على الطريقة الأمريكية. ليمون ملح فلفل أسود فقط. لا نخلي له تتبيلة، كل شيء ما نخلي له بعد. هاي التتبيلة تكون جدا كافية. نعصرها على اللحم بهذا الشكل. هسه الملح. شلون تعرفون الليمون المتروس ماي؟ قشره يصير خفيف. الفلفل الاسود انا غالبا او دائما اجيبه صاحي. شوف لحظه اخوان، هذا فلفل صاحي وياه مطحانته. ليش؟ على مود تبقى النكهه مالته والريحه. هسه خلطه سريعه. هاي الشوايه من السنيدي. طبعا هاي من العراق، اشتريتها من الناصرية من محلات الصقر للوازم التخييم. انسان جدا سليمان، انسان جدا محترم، واسعاره تقريبا انسب شيء هي موجودة بالسوق. جهزت دلتنا، ندورها من المفاح للدلة. خليها هنا على راحتها. هذا من مروان الكبيسي. نعم نعم بحالك. والله عادك هو ما تفوت السفرات رجال. اي اي والله ما قاعد سن مره فاتت التخطيط. يا الله العد جايات ان شاء الله. الله وديك بالعافيه. جاي خشتيدك. هذا اللحم
متبل وجاهز، تقليبة سريعة. ركب السيباية، هاي الذرة والفطر. كاف ابو عبد لا تهفيله. يا الله، بسم الله. شوف النار، هاي هم اشتريناهن من الصخر. نيجي نشوف، شوف المشاوي راح تنغص لك بيه. باول لبنه دلل سيد بهاء، فاتتك والله. يلا منا وجاي ترتب وضعك الكشتات وكل ربعنا كلهم بدون استثناء. ثار ابو علي، والله بسيرتك احنا عصام برقيه، عصام برقيه، احمد سالم، احمد الجراح. الله، هسه احنا خلصنا تقريبا من الوجبه الاولى. شايف تشوفون الوانها شلون مستويه؟ انه مو بس مستويه، يعني اتمنى تشمون الريحه شلون. صراحه بدي نرفع الوجبه الاولى، ما شاء الله واعها. تحب نخلي الوجبه الثانيه؟ تفوتكم رواد القناه، سلامكم العافيه. سلامكم العافيه. عبد الرحمن اللامي المصيني، رحومي، وعلي الحلفي، دولة نشأة جديدة على هاي القناة، من هم صغار بدأوا يتعلمون. عبد الله اللامي وحسين اللامي، حسين اللامي ما ناسيهم. ما ناسيهم لا والله. هاي بداية الموسم، بداية الموسم إن شاء الله هم راح يكونوا رواد، خاصة الشباب نعتمد عليهم، إحنا كبار يساعدونا. جهز العشاء، الوجبة الثانية قربت تجهز. يا الله، العشاء سلامكم العافية. بسم الله. حلو، يا الله نتوكل هسه. يا الله، شاي ما شاء الله. الله وديك. حتى مخيوط مو عليت الهاي بعد، احنا نسينا الخواشيك. يلا تصير ترى عادي، تصير يا ما نسينا اغراض. طبعا التهينا، نسينا نصور لكم، هاي كلها جمعناها الزبالة تكرمون، خلينا مجموعة هنا. هاي محترقة قبل، شوفوها هذا الشيء، لأن النايلون كله راح نشيله محرقة. هذا كله راح نحرقه. أبو عبد الله قدم سيارتك على النار. شوفوا فوان هذا المكان اللي كنا فيه، عفناه نظيف احسن مما اجينا لقينا. هذا بلاستيك هنا، شوفوا هذا البلاستيك هو اللي يضر البيئه صراحه. الحرقه لهنا اخواني، خلصت كشتتنا لهذا اليوم. لا تنسون اللايك والاشتراك دعما لنا حتى نستمر وياكم. نشوفكم في فيديو آخر، في أمان الله.
وهاي جاي نسجل لكم الطريق على مود تلقوه بصندوق الوصف. كل تفاصيل الرحلة وبياناتها نزلناها هنا، راح تكون صندوق الوصف للي يحب يجي لهنا.